كان شيء كنا نتوقع ان الجو يطلع بالحر ده، الحرارة وصلت ل30 وده هيخلانا ما نروحش طول اليوم قاعدين في البيت وندور على اهم معالم المدينة ونستكشف كده فيها كأننا بندور على كنز، وكل ما بتكتشف مكان بتكتشف جزء من الكنز. فدلوقتي هنكمل مع بعض اكتشاف المدينة. توقع هتكون الرحلة حلوة ولا؟ ان شاء الله طبعا، بس عايزين ناكل عشان نقعد. هناكل بس خلينا نلف اربع خمس اماكن مش كتير، مش هنلف اربع خمس اماكن. ف جو حلو، اشتركوا بالقناة، اعملوا لايك ويلا بينا. واهلا بيكم مرة تانية. الشوارع الجانبية كلها مكسرة، وده علامات على مش بس على فقر الدولة، علامات على سوء الادارة لما تهتم الدولة بالمناطق السياحية وتهمل باقي المناطق. المهم خلينا نكمل اكتشاف اهم معالم المدينة اللي بدأناها الحلقة اللي فاتت، عشان يوصلك هدفي لما تشوف اهم معالم المدينة وتكون عندك المام فيها، تحس بتجربة السفر كاملة وكأنك كنت معايا بالرحلة ورفيقي بالسفر وكأنك هناك. وصلنا مسرح الأوبرا والباليه الوطني المولدوفي. المسرح موجود في ممشى شارع ستيفان سلماري أو ستيفان العظيم، وهو واحد من أهم المسارح الأوبرا والباليه المشهورة جدا في أوروبا الشرقية. اتبنى المسرح سنة 1957 في عصر لما كانت مولدوفا جزء من الاتحاد السوفيتي، وكانت مولدوفا واحدة من الدول اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، ولكن رغم استقلالها احتفظت بالباليه والأوبرا والأوركسترا الخاصة فيهم. حاليا الأوبرا لها اسم تاني، اسمها أوبرا ماريا باو على اسم المغنية المولدوفية العالمية. طيب ليه أنا بقى برشح لك المكان ده عشان تزوره؟ لو نفسك تجرب في يوم الأوبرا أو حفلة باليه فأسعارها مرتفعة جدا ودايما محجوزة بالكامل، لكن هنا الأسعار 10% من سعر الأوبرا في أي دولة تانية، وسهل إنك تحضرها في أي وقت، عشان كده ما تضيعش الفرصة، ولو جيت هنا فكر مرتين وثلاثة وأربعة إنك تحضر أوبرا مشهورة موجودة في المكان ده. وزي ما انتوا شايفين اشهر 3 أوبرتات في العالم معروضة النهاردة، اوبرا دون كيشوت وعايدة وماكبث في نفس المكان، تخيل. ورايحين ناحية معلم تاني، ولكن هتستغربوا جدا لما تعرفوا انا رايح فين. انا رايح يا جماعة ناحية القصر الرئاسي. من اهم الاماكن في مدينة كيشيناو المبنى الجميل ده، او مبنى القصر الرئاسي المولدوفي. وطبعا لو انت مقيم بدولة عالم ثالث او دولنا العربية الجميلة، طبيعي جدا تستغرب وتتعجب كيف انا ماشي قدام القصر الرئاسي وما فيش حتى شرطي واحد. وحيزول العجب لما تعرف ان رئيس الدولة في الدول الديمقراطية هو موظف عادي زي مدير البنك، زي مدير المستشفى، اللي طبيعي جدا والمفروض انه ما يخافش لانه بالنهاية مجرد موظف. القصر الرئاسي موجود في قلب مدينة كيشيناو، والمكان الجميل ده المكسب الإزاز اتبنى سنة 1987 عشان يكون المبنى الجديد لمجلس السوفيت الأعلى لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية. ولكن لما حصلت مولدوفا على استقلالها المبنى اتحول لمقر إقامة رئيس مولدوفا الجديد. المبنى اتدمر في الثورة الضخمة على الحزب الشيوعي الحاكم والرئيس فلاديمير بورنين في احتجاجات 7 ابريل سنة 2009، ومن بعدها تم اغلاق القصر. لكن وبمساعدة الحكومة التركية تم ترميم القصر مرة تانية، وتم افتتاحه في 17 اكتوبر سنة 2018 بحضور الرئيس الديمقراطي المنتخب دودون والرئيس التركي رجب الدين اردوغان. والمكان بيعد نصب تذكاري له أهمية وطنية كرمز لاستقلال مولدوفا. أنا واقف قدام مبنى الرئاسة المولدوفية، مفيش ولا عسكري واحد موجود جوه المبنى، ولا حد قال لي أنت رايح فين. وجنب القصر الرئاسي وبرضه فاضي من الحراس والأمن موجود مبنى البرلمان المولدوفي. المبنى اتبنى على اساس انه يكون مقر الحزب الشيوعي العظيم في عهد الاتحاد السوفيتي سنة 1976 لما كانت مولدوفا جزء من الاتحاد السوفيتي، ولكن حاليا هو بيضم برلمان مولدوفا.
المبنى زي ما انتم شايفين على شكل كتاب مفتوح، والجزء المركزي منه من الواجهة موجود فيه أعمدة رأسية عالية جدا زي ما انتم شايفين. وفي ربيع سنة 2009 اتعرض المبنى للهجوم من الثوار في ثورة الغضب الضخمة على الحزب الشيوعي سنة 2009، واتحرق زي ما اتحرق القصر الرئاسة اللي شفناه من شوية، ولكن المكان ده اترمم ورجع اشتغل تاني سنة 2014. غريبة مش كده؟ مبنى البرلمان رجعوا رمموه على نفقة الدولة، ولكن مبنى الرئاسة مفكروش يرجعوا يرمموه إلا لما جالهم دعم من تركيا. شايفين الديمقراطية بتعمل ايه؟ فلوس الشعب للشعب، ولازم نظبطهم. عشان كده هنعمل مبنى البرلمان، لكن القصر الرئاسي عشان شخص واحد اخر همنا خالص. سبحان الله على الديمقراطية. والمبنى موجود في شارع ستيفان سلماري، ولو جيت كيشيناو ممكن تشوف القصر الرئاسي وقدامه مبنى البرلمان اللي في بلادنا ولا حتى يمكن نقدر نمشي جنبهم. سبحان الله، يعني مولدوفا اللي متلقبة بأفقر دولة في أوروبا أحسن بكتير من دول من العالم الثالث وكتير من الدول العربية بس علشان بقت ديمقراطية. العادة مبنى البرلمان معلهوش ولا حتى حارس واحد. يوحد الله، حارس مفيش يا جدعان. واحنا ماشيين في شارع البوليفار ستيفن سلماري ولحد ما نوصل للمعلم اللي بعد كده. ها طمني، مبسوط في الفيديو متونس ولا ايه؟ يعني لو عجبك الفيديو ومستمتع بيه فلازم تدعمني بخدمة بسيطة جدا عليك. اول شيء تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار كل ما ينزل فيديو وكل ما ينزل جديد اول باول. وتاني شيء اذا عجبتك الفكرة انك تكون رفيقي على الطريق وشريكي بالرحلة، يبقى لازم تساعدني على نشر الفكرة الجميلة دي. قربت على 10,000 مشترك، عايزك تدعمني وتعمل شير لاصحابك اللي بيحبوا السفر والرحلات، وخاصة مجموعة العيلة الجميلة اللي على الواتساب. وفي اشتراكك ونشرك للقناة بتكون خدمتني بطريقة ما بتتخيلها. ومع بعض ومع عدد اكبر من المشتركين بتكبر عيلتنا اللي بتحب السفر والاكتشاف والرحلات. والله العليم يمكن في يوم نقدر نسافر مع بعض، مش بس تكون كأنك هناك. وشوفوا الحمام الجميل، حمام السلام. وصلنا حديقة من اكبر حدائق مدينة كيشيناو، حديقة ستيفان العظيم او ستيفان ذا جريت بارك. ومفيش حاجة رومانسية في المدينة أو حتى مريحة للأعصاب زي ما أنت تتمشى في الحديقة الجميلة دي. أوه شيء جميل جدا، حلو قوي يا عم. حل على العصافير شوية بقى، سيبهم في حالهم. الحديقة نفسها بتكون أقدم حديقة موجودة في المدينة، عاملة كده زي واحة هادية وسط الصحراء، البيئة الحضرية اللي حوالين الحديقة. مساحة الحديقة 17 فدان وموجود فيها مختلف أنواع الأشجار زي ما انتوا شايفين. الحديقة اتعملت سنة 1818 واللي عملها سلاح المهندسين بالجيش روسيا القيصرية لما روسيا استلمت البلد من الحكم العثماني. كانوا عايزين يحطوا كده تاتش ان احنا عندنا حضارة اكتر من الحكام السابقين. والحديقة كان لها اسم تاني سنوات طويلة باسم حديقة بوشكين، على اسم الشاعر الروسي المشهور جدا ألكسندر بوشكين اللي قضى سنوات طويلة في كيشيناو كمان في اختياري له في أوائل القرن ال19. وفي تمثال نصفي لألكسندر بوشكين موجود في وسط الحديقة، والكل محبي بوشكين أنا حاطط بالخطة إن شاء الله إني أزور بيته، فاستنوه في الحلقات الجاية. في الواقع كانت كيشيناو تاني أهم مدينة في الإمبراطورية الروسية بعد موسكو، فأكيد لازم يهتموا بيها ويعملوا لها الحديقة الجميلة دي. يا سلام، نزلة تتمشى وسط النافورة، الحلاوة دي. والحديقة ليها ثلاث أسماء، الاسم القديم اللي هو حديقة الكاتب ألكسندر بوشكين عشان كان عايش في المدينة دي، والاسم الثاني اللي هو حديقة القائد ستيفان سلماري، وتسمت كده لما اتحط تمثال تسكاري لو في بداية الحديقة هتشوفه بعد شوية، ولكن لها اسم شعبي ثالث بين الشباب اللي هنا اسمها حديقة العشاء. وطبعا مش هقدر أوريكم ليه تسمت بالاسم ده، ولكن فهموكم كفاية. المهم ان الحديقه دي من اكتر الاماكن شعبيه بين الشباب اللي بيجوا هنا عشان يشوفوا حبايبهم ويدردشوا معاهم. لكن اللي ما كنتش افهمه انك تيجي حديقه وتعمل فعل فاضح، يعني انا مش فاهم تيجي تبوس ليه كده قدام العالم؟ يعني اذا كان كل شيء مباح في المدينه، كل شيء، تعمل ليه عمل فاضح في مكان عام؟ انا بعتقد ان الحاجات دي محتاجه خصوصيه، يعني ما تروح على بيتك او بيتها يا اخي، غاوي تفضح نفسك ليه وتضايقنا معاك؟ مخي مش قادر يستوعب، انت غاوي تفضح نفسك ليه؟
حاجة غريبة جدا. وطلعنا من الحديقة وعلى شمالنا على طول موجود نصب ستيفان العظيم التذكاري. النصب التذكاري لستيفان العظيم موجود خارج المدخل الرئيسي للحديقة وفي وسط مدينة كيشيناو. النصب معمول بالكامل من البرونز وبيحيي ذكرى البطل ستيفان سلماري حاكم مولدوفا القديم اللي دافع عن البلاد في القرن الـ15 من الغزو العثماني. المكان ده كان فيه تمثال للإمبراطور الروسي ألكسندر الثاني. التمثال ده هدمته السلطات الرومانية لما انضمت مولدوفا رومانيا سنة 1918، وفضل المكان ده فاضي لحد سنة 1940 لما قررت السلطات ان لازم يحطوا تمثال يحمس الشباب، فما جاش في بالهم غير البطل ستيفان العظيم اللي فضلت بلدية كيشيناو انها تغير كمان اسم الحديقة لاسمه بعد ما تنصب التمثال ده هنا باعتباره بطل قومي مولدوفي ملهم للسكان، مكان اسم الشاعر بوشكين اللي بيشير لعصر التبعية الروسية. وقتها سافر النحات ألكسندرو بلاماديالا ولف المدن عشان يحاول يلاقي صورة لستيفان سلماري قبل ما يبدأ يعمل النصب التذكاري. أم نحت 3 نسخ مختلفة من النصب، واحدة منهم هي الموجودة لحد النهاردة. وعلى مر السنين تم نقل النصب التذكاري أكتر من مرة، ففي سنة 1940 وقبل أيام من دخول الاتحاد السوفيتي مولدوفا تم نقل التمثال لمدينة فاسولوي في الجزء الشرقي من رومانيا، وبعدين رجع لكيشيناو مرة تانية سنة 1942 لما طردت مولدوفا مساعدة ألمانيا النازية وقتها الاتحاد السوفيتي. ولكن بعد سنتين بس سنة 1944 ومع هزيمة ألمانيا ودخول السوفيت مرة تانية تم نقل النصب التذكاري مرة تانية لرومانيا، وفضل النصب التذكاري مستقر في رومانيا ولمدة 50 سنة. وبعد فترة طويلة في سنة 1989 وبعد ما حصلت مولدوفا على استقلالها من الاتحاد السوفيتي تم ترميمه ونقله من رومانيا لموقعه الأصلي في مدخل حديقة في مدينة كيشيناو. وفي الوقت الحاضر النصب التذكاري موجود في وسط المدينة وبيعد واحد من أهم المعالم السياحية اللي بيحرص على زيارتها كل زائر للعاصمة المولدوفية. وبقالنا تقريبا 5 ساعات بنلف، خلينا نوقف نريح شوية في مكان. متوقف قدام قائمة الطعام وانت مش فاهم حاجة. حاجة نفسك شبعت. روماني على روسي، روماني وروسي، يا سلام. لا ما تفهمش بقى، ايه 1 100 دي؟ و7 10؟ روماني وروسي، هناكل ايه يا جدعان؟ هناكل ايه؟ 12 1، 12 50 دي؟ يعني 12 50. جينا الاكل شويه لحد ما نوصل لمكان نقدر نفهم عليه، ولكن في وشنا لقينا كنيسه ابوابها زرقاء جميله فكرتني بكنائس جزر اليونان، فقلت نيجي نشوفها بسرعه وبعدين نكمل طريقنا. وكنيسه تيودورا دي لاسيلا بتكون واحده من اجمل الكنائس الموجوده في مدينه كيشيناو وموجوده في وسط المدينه، وهي كنيسة أرثوذكسية شرقية زي أكتر الكنائس الموجودة في المدينة. اتبنت سنة 1895 من قبل المهندس المعماري المشهور جدا ألكسندر برنراتسي، واللي محطوط صورته على اللوحة التذكارية دي، اللي هو بيكون أشهر معماري مولدوفي من حاجات اللي صممها قاعة المدينة ومحطة القطارات. بيتميز الدير بشكله على الطراز البيزنطي اللي أنا بعتبره من أجمل التحف المعمارية اللي شفتها في المدينة، والتصميم مش بس على الطراز البيزنطي ولكن بيوحي لك كأنه على الطراز المعماري الروسي أو العثماني، ودي بتكون لمسة برناسي المميزة اللي بنشوفها في كل المباني اللي هو صممها في المدينة. ما شاء الله، ما هذا القمر المولدوفي. مكتوب ان النهاردة في 3 أفراح في الكنيسة، احنا محظوظين جدا. تعال نتفرج على الكنيسة من جوه وفي نفس الوقت نجرب نحضر فرح مولدوفي. واحدة واحدة بس عشان ما حدش يحس بينا. اعتقد دي هتكون احلى ختمة لفيديو النهاردة. اسكت بقى خالص. معلش موطي صوتي عشان ما سببش ازعاج. والفرح ده بيكون اجمل نهاية لحلقة النهاردة. اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات سواء سلبي او ايجابي، ولو فيديو عجبكم اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم اشعار كل ما ينزل فيديو اول باول. واعمل لايك طبعا عشان احس بشوية تقدير وتساعدني ان الفيديو ينتشر اكتر واكتر.
ولسه مكملين مع بعض اكتشاف مدينة كيشيناو بمولدوفا. واشوفكم بالحلقة الجاية، وان شاء الله زي ما انتم مبسوطين وفرحانين بالفرح ده معايا، ان شاء الله يا رب اللي ما اتجوزش يتجوز، وايامكم كلها يا رب يا رب يا رب تكون سعادة وفرح وسلام.